الآن مع السلامة الوطني. خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. اولا الحقيقه انا بهني الاتحاد المصري للسكواش وشركه اوراسكوم الحقيقه بالمجهود الرائع اللي بتعمله معانا في بطوله الجونه والكابتن عمرو منسي، لان انا الحقيقه السنه اللي فاتت دعيت وكنت لسه في بدايه تولي وزاره الشباب والرياضه مع بعض، كان في ابريل 2014، ورحت شفت النهائي بطوله الجونه للسكواش خلال الاربع خمس شهور اللي فاتت دي. طورنا البنيه التحتيه في السكواش، اتفتحت ملاعب سكواش في نادي الرياضات البحريه في شرم الشيخ، نادي الجزيره عملنا ملاعب سكواش جديده لاول مره، هتفتح قريبا جدا ان شاء الله في نهايه شهر ابريل وبدايه شهر مايو. فالحقيقه السكواش لان عندنا ابطال العالم كلهم تقريبا موجودين عندنا في مصر على مستوى الرجال والسيدات والناشئين، ولذلك اللعبه دي لعبه بقت يهتم بيها الشعب المصري، والحقيقه بقت لعبه منتبهه كلنا وبقت بالنسبه لنا في وزاره الشباب والرياضه واحده من الالعاب المهمه. انما الحقيقه اللي عملته شركه اوراسكوم وعمرو منسي في البطوله السابقه خلتنا كلنا نتمنى ان هذه البطوله تبقى واحده من اكبر بطولات العالم، هي بطوله الجونه، تكون سكواش دي لعبه اوروبيه ان شاء الله، ونستمر يكون عندنا ابطال عالم وعندنا ابطال اوروبيه في السكواش، وتبقى السكواش بعد كده واحده من الالعاب المهمه جدا زي التنس دلوقتي مثلا بتلعب فيه بطولات عالم، واذا ثبتت هذه البطوله بطوله الجونه في كل سنه في هذا التوقيت تبقى واحده من البطولات الكبرى اللي بيجي ليها كل ابطال العالم زي ما هم جايين السنه دي عشان يقدروا يحصلوا على تصنيف كويس ويتقدموا في التقييم. فانا شايف كمان انها دي من الناحيه الرياضيه، لكن هي ليها مردود اخر من الناحيه الشبابيه، وده مهم جدا ان احنا وزاره الشباب والرياضه كل من يقوم بالتنظيم في هذه البطوله هم من الشباب، كل اللي بيشارك فيها هم من الشباب، كل اللي بيستفيدوا منها في العمل، لانه في ناس كتير بتشتغل على هامش هذه البطوله، صح ناس كتير بتيجي من كل حته في العالم، سياح كتيره بتروح في منطقه الجونه بتبقى مفيش اوضه فاضيه وقت البطوله دي ما بتبقى موجوده، وده بالتالي تشغيل وفرص عمل كثيره جدا لقطاع مهم جدا هو قطاع السياحه، وكل من بيتولى العمل في قطاع السياحه او معظمهم من الشباب، سواء في الفنادق او في الانتقالات او حتى في المزارات او في كل الاماكن العمل المتعلق. حقيقه انا فخور جدا باستضافتنا لهذا الحدث الهام. بطوله السكواش هي رساله للجميع، لمصر وللعالم كله، ان مصر هي بلد الامن والامان، ونحن قادرين على استضافه احداث عالميه. شركه كوراسكو للفنادق والتنميه لا تبذل اي جهد في استضافه هذه الاحداث وتقديم كل التسهيلات اللازمه لها. الحمد لله البطوله خلال الثلاث سنوات السابقه كانت بطوله ناجحه جدا، شهاده الجميع، وان شاء الله في السنه بطوله الجونه الدوليه بتقام للمره الرابعه والثانيه على التوالي. السنه دي بتشهد ان جوائزها زادت بقت بقيمه 150 الف دولار، ده قرار من الاتحاد الدولي لانه ضمها من ضمن اكبر ست بطولات على مستوى العالم. البطوله دي اللي بيتعمل زيها بيتعمل ثلاثه في امريكا، واحده في انجلترا، واحده في هونج كونج، وواحده في قطر، ودي الوحيده اللي في مصر. السنه دي جوائزها بقت 150 الف دولار، بشهادة بيلعب فيها كل مصنفين على نفس الرقم من رقم 1 لحد رقم 56، ما عدا من 2 ل 10 ابريل ان شاء الله، وحاطين الملعب في حته وراها الميه، سكواش تي في جاي بيذيع الاكبر من اكثر من 40 محطه. عاصم ايه اللي هتضيفه لهذه البطوله للسكواش المصري؟ والله اي بطوله مهما كانت صغيرة أو كبيرة هي إضافة للسكواش المصري. ليه؟ لأن أنت عارف أن السكواش المصري متربع على السكواش العالمي، فأنت أول ما بتعمل بطولة فكل الأسماء الكبيرة بتجيلك وبتحب تجيلك وبتحب تتواجد، فده بيخليها فنيا بطولات عالية جدا. أنت بتناقش مشكلة هي مشكلة يجب أن نتصدرها. هبتدي من اخر السؤال، يعني لو النجوم اللي انت قلت عليهم دول بيسافروا وبيسيبوا مصر، احنا عندنا لسه بقى صفوف تانية او تالتة او رابعة ممكن انها تحل محلهم.